مساء الخير، تحياتي إليك وإلى الأستاذ في القناة وإلى المشاهدين الكرام. يعني بداية تتابعا كما لاحظنا الفترة الماضية أو الفترة القريبة الأخيرة، هناك تصعيد من لهجة الخطاب سواء السياسي أو التهديدات العسكرية بالفعل، سواء من قبل اليونان، سواء من قبل فرنسا، سواء من قبل بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل الدول العربية أيضا تجاه تركيا. تركيا تحاول بكل القوى التوقيع على الأزمة الاقتصادية وعلى المشاكل الداخلية، وتحاول أن تمارس بعض السياسات التي انحرفت بها بالفعل من خلال استخدام القوة، من خلال أساليب مارقة وأساليب غير سوية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بليبيا، سواء فيما يتعلق بمنطقة المتوسط بشكل عام. التدخل الليبي ليس بعيد بعمليات التنقيب التي تقوم بها على في المنطقة الاقتصادية في والتي تضر باليونان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي للأسف هو منقسم حتى الآن في اتجاه الرد على الجانب التركي. يعني هناك لهجة حادة من بعض الدول تجاه تركيا، وهناك من بعض الدول الأخرى ما زالت تترقب الأمر فيما يتعلق في الممارسات التركية، لكن كل الأوضاع أو كل السيناريوهات تقود إلى تصعيد دولي تجاه تركيا. الممارسات التركية لم تقتصر على ليبيا، لم تقتصر على اليونان، لم تقتصر على قبرص، بل أضرت بدول الجوار الليبي، تضر الآن بدول الاتحاد الأوروبي، وتضر بدولة عربية أخرى ليبيا إلى جانب سوريا وإلى جانب العراق. إذن هناك إجماع دولي على ضرورة ردع تركيا وعلى ضرورة وقف الممارسات التركية، سواء في عمليات التنقيب أو محاولات التحرر في اليونان وقبرص خلال الفترة الماضية. طيب أستاذ محمد، يعني اليوم هذه النشاطات أصبحت مدعاة لقلق دولي حقيقة، هل يمكننا القول بأن تركيا اليوم تسير على خطى إيران وأن هناك عزلة دولية بانتظارها إذا ما استمرت بهذه النشاطات المزعزعة للاستقرار؟ يعني قد يمكن القول أن الممارسات التركية قد تفوق ما بعض التصورات عن إيران. إيران ربما إذا كانت تواجد في بعض الدول هي تتواجد من خلال حلفاء أو من خلال بعض المجموعات الموجودة، ولكن تركيا تحاول فرض سيطرتها في المنطقة باستخدام القوة بشكل قد يفوق الممارسات الإيرانية في بعض الدول بالفعل. تركيا تعتمد على في الدول العربية كافة على مسالك جماعة الإخوان المسلمين في كافة والتنظيمات الإرهابية، تمارس القوة، تمارس الحق غير المشروع في التنقيب في المتوسط بشكل سيستدعي أو استدعى بالفعل كافة الدول للوقوف أمام هذه الممارسات. للأسف طيب، نحن أمام مشهد ملتهب ومشهد متوتر، ويمكن في أي لحظة أن تخرج الأمور عن السيطرة وعن الحزم. يعني بعض الدول أو معظم الدول الآن هناك تصريحات شديدة لهجة بالفعل طيب، وهناك عملية حزم، ولكن يمكن أن تخرج هذه الأمور عن السيطرة في أي لحظة. طيب، الصحفي والباحث في الشؤون العربية الأستاذ محمد حميدة، وصلت الفكرة. أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من القاهرة.